متابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم ورمضان مبارك سعيد، تخلوا علينا الله جميعا بالصحة والعافية وطولة العمر. في هذا رمضان هذا غنلتقيو مع حلقات مع الدكتور نودلي مصطفى، يعني دكتور في المناعة وشيخها، من أجل الحديث على رمضان وعلاقته بالصحة تاع الإنسان. سي مصطفى مرحبا بك. مساء الخير. شكرا. سي مصطفى، نبداو بأول حاجة، وهي أن العديد من الناس يقولوا، عديد الدكاترة والباحثين يقولوا بأن رمضان هو فرصة للحياة. كيفاش رمضان فرصة للحياة؟ أولا رمضان وهو وقت يعني ديال أخذ الصحة ديالنا بجيدة. أول حاجة الناس كلها كتوقف من كان خدمة 365 يوم وشهر ديال رمضان في هذاك العام، وهو باش نقادوا الصحة ديالنا أول يعني معنويا وبدنيا، يعني في الروحانية ديالنا. وفي الناس كلها كتبغي مي كنقولوا نقادوا الصحه ديالنا، يعني نبراو من بزاف ديال الحوايج، من التهابات دماغيه، لا ديبرسيون، لونكزيتي، ولا هذا. اي لي مي كنقولوا الوقت ولا الشفاء وهو مساله وقت. دونك لو طون مهم. الوغ رمضان سي ان طون ان موا très important. Alors, mais quand on dit le chifa, c'est une question de temps, même le temps, c'est une question de force. Même le temps, c'est un temps d'opportunité. Il y a l'insane qui force pour guérir ou là pour grandir. Il y a l'insane l'opportunité, le temps, l'opportunité, ما خصش يكون فيها التهديد. يعني خيكون سلامة وسليم، وقت سليم. ورمضان كيجمع لينا هاد الوصفات كلهم. عندنا وقت محدد للفرص، فرص أولا اللي كنقربوا بها من الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله، في التعامل مع المجتمع ديالنا بأحسن ما يكون، مع الأحباب، مع صلة الرحيم مع الأحباب، وكذلك اللي تكلمنا عليها، وهي وقت اللي الانسان خصو يحسن وضعيه ديال الاكل ديالو، لان في رمضان هي فرصه اللي ما خصناش نبقاو نتعطاو بزاف السكريات، لان السكريات تقريبا جميع الدراسات كتولي هي المساله الوحيده اللي كتقدر تؤدي لامراض متعدده، منها الديابيت، منها لا طونسيون ارتيريال، منها الشرايين والقلب، منها الزهايمر، منها بزاف ديال الحوايج. واخا بالنسبه للناس اللي غيبغيو كما قلنا بان رمضان فرصه للحياه، كيفاش يستغلوا هذا رمضان باش يكون عندهم فرصه للحياه جديده وانطلاقه جديده؟ تري بيان. عندنا ثلاثه ديال النقط. النقط ديال الاكل، لان العام كله حنا كناكلوا اللي شهينا. الوغ وفي رمضان بالاخص كنبداو عندنا الشهوات بزاف. راه رمضان ماشي وقت اللي كتبدا يعني خصك تطالع على الجسد ديالك من الداخل ديالو، شنو اللي خصو واللي ما خصوش. الوغ كناكلوا بزاف ديال السكريات اللي كثيره، لا في الفارين البيضاء، لا من اشياء بالعسل، لا من اشياء من الفواكه ديال العصيرات المتعدده اللي كتكون صناعيه وغير صناعيه. الجسم ديالنا عنده كيستغل الطاقه الحراريه من ثلاثه المنابر، ثلاثه ديال الفروع. الفرع الاول كالسياره، الفرع الاول وهي السكريات. ولكن ملي كندوي على السكريات، كندوي على السكريات اللي كتكون في الحبوب، كندوي على السكريات اللي كتكون في لي ليغومينوز، وهي داك العدس، اللوبيا، البيضاء، الفول، هذوك هما اللي كيسون اللي هما سكريات غلوكوز، ماشي فركتوز. فركتوز كنلقاوه في الفواكه، ولكن ما كاين مشكل، لان الفواكه غنيه
من الالوان ديالها اللي كيعطيو دي بوليفينول واللي كيعطيو دي زونتي اوكسيدون دي الاكسيدات اللي كتحاول علينا وتحافظ علينا. مي كنشوفوا دوك السكريات اللي كتكون صناعيه صعيبه شويه هذه صعيبه لانها ما سي با دو غلوكوز كتسمى دو فركتوز سيرو تي ان سيرو دو مايس اللي كتعطينا غير لي زارون كتعطينا غير ديك اللذات ديال الفواكه اي الجسم ديالنا ما كيعرفش كيفاش يخدم بها. الوغ رمضان فرصه باش الطاقه الحراريه ديالنا نعدلوها نديروا لها الميزان بحال شي اله موسيقيه اللي كنعدلوها باش ما نخليوهاش متوتره. الوغ الجسم ديالنا كما ديك السياره كياخذ يا اما ليسونس انا كنقول ليسونس بلس سكريات كثيره ديزل اونتر سكريات او دهنيات الخارجيه وهي الدهنيات ديال القليان بزاف الدهنيات ديال لي ساندويتش الدهنيات ديال لي غوبا يعني ا اونبورتي ولا في محلات سريعه اللي ما كنعرفوش شنو التكوينات ديالها لان كتبقى حتى هي صناعيه. فهمتي معايا؟ الو من الاحسن الانسان كما دويت على السكريات اللي كاينين في الحبوب ولا كاينين في العدس وهذا ياخذ الدهنيات اللي كاينين في الكركاع اللي كاين في البيستاش اللي كاينين في زيت العود اللي كاينين من في الحوت اللي كاينين في في في, في الحوايج اللي كتعطي واحد يعني توظيفات مثبته للصحه جيده.